نرجع بقى تاني، طب ايه النقطتين المضيئين عشان اختم الكلام قبل الوقت بقى. حتى يعني نتطرق لاكثر من محور. حاضر حاضر، تفضل فخارتك. نقطتين مضيئتين كانوا موجودين، انا بسجلهم هنا والشيخ محمد هيزعل. الشيخ محمد بن زايد هيرجع، والله والله والله، وانا قلت الكلام ده في مصر كتير، لكن انا بقوله هنا للشعب الاماراتي ولاي حد يحب يسمع. النقطه المضيئه الاولانيه هو الدعم، دعم الأشقاء. اسمع يا فيصل، اللي أنا قلته ده كله ما كانش ممكن يحصل وينجح. يوم تاني يوم أو تالت يوم بعد ما قلت البيان بتاع 3/7 ده، فقالوا كنت الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر. طيب اول مره هشوفه. فجيه يعني كان ساعتها الناس بتقف، انا بفكر كله، بفكر الناس اللي في مصر قبل، وافكر نفسي وافكر الناس اللي هنا، يعني كانت بتقف ناس طوابير على محطات الوقود، ما فيش البوتاجاز، مفيش سولار وبنزين، مفيش. ايوه انا، طب انت ما تتكسفش انك تقول كده. ليه متكسف؟ ليه؟ احنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا، نخلي ايه بالنا من بلدنا، من بلادنا. والكلام اللي كنت بقوله كتير في الاول لو تفتكروا، اقول خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من الامان والسلام والاستقرار اللي موجود ده، تمسكوا فيه كده إيه على كل حال. فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دولة الإمارات وعارف إيه المطلوب. مش أنا قلت له، والله العظيم ما قلت له، أنا بحلف، والله ما قلت له. بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر، فيها البوتاجاز وفيها الغاز وفيها السولار وفيها البنزين. أنا بقول كده للمصريين، بفكرهم، بفكر نفسي وفكر اللي عايز يفتكر. ده كانت أول نقطة إيه مضيئة. وعشان أكون منصف وأمين، والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر، ولولا، وده مش عيب، دي حالة، حالتنا ده حال مصر وحال دول كتير دلوقتي في المنطقة بتمر بكده، حال دول في المنطقة بتمر بكده. امبارح كنت قاعد مع أخويا الشيخ محمد رئيس الدولة، بقول له هطلب منك طلب، قال لي خير. قلت له سوريا، سوريا عشان خاطر ربنا ساعده سوريا. فقال لي احنا، اقول كده ولا ما يصحش؟ والله العظيم قال لي احنا بنبعت 8 طيارات كل يوم. صحيح. قلت له اكتر. قلت له ايه؟ اكتر. طب ممكن الشعب الاماراتي يزعل من ده؟ مش عارف. اوعوا تزعلوا ابدا. لا اوعوا، بالعكس تفتخروا وتتشرفوا وتسعدوا ان انتم عملتوا ده وبتعملوا ده. دي الكلمة اللي انا عايز، النقطة المضيئة الاولانية اللي لولاها يا فيصل لا يمكن ابدا، على قد عقلي وعلى قد الشوف اللي انا كنت شايفه ساعتها، ان كانت مصر تعدي من اللي هي فيه ابدا ابدا. اسمع، الاحتياطي اللي كان موجود وكان تحدي اخر في الوقت دوت بعد الحاله اللي حصلت في 2011 لغايه 2013، خلاص كان بيستهلك كله في انك انت بتجيب فيه المواد البتروليه وخلص، وخلص بقى فاضل يعني مبلغ
ما يعملش حاجة مع السلع اللي بتجابه مع ده. يعني خلاص حتى اللي كان موجود ممكن ينفع قبل الثورة قبل 2011 ما بقاش موجود. إذن اللي أنا بأكده هنا إن لولا وقوف الأشقاء في الإمارات في السعودية في الكويت اللي أنا بتكلم عليه، لولا ما كانتش مصر وقفت تاني. فالبعض استنى يا فيصل، فخامة الرئيس يعني شكك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الخليجية. خليني أكلم نفسي. تفضل تفضل فخامة الرئيس. خليني أوجه لك الشكر تاني وتالت ورابع، وما تسمحوش ما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة إنها تؤثر على الأخوة اللي بيننا بيننا كلنا أبدا. إحنا كان في من ضمن الكتاب كان بيقولي عايزين نشيل من القاموس العربي كلمة الأشقاء العرب، وأنا بقول له ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة، فإحنا إخوة. فدي كانت أول نقطة مضيئة، كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد، مش بس مصر، أي دولة عربية أخرى. النقطة الثانية